أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: أنا مسؤول عن منشأة ويوجد بها محلات، وطبقت نظاما عليهم جميع أصحاب المحلات وطبقت نظاما. نعم. يقول: أنا مسؤول عن منشأة ويوجد بها محلات، وطبقت نظاما على جميع أصحاب المحلات يقضي بتغريمه يقضي بتغريمه 100 ريال عند قيامه بشرب الدخان داخل المنشأة. السؤال: هل عمل الاجتهادي هذا صحيح رغم أنه من فضل الله فيه أثر، حيث أن كثيرا منهم قد ترك الدخان؟ وهل يجوز شراء أشرطة أو ما ينفعهم بهذه الغرامة أو إدخالها في صندوق المنشأة؟ يا أخي، وش هو تعمل هذا العمل؟ اللي ما يترك الدخان اطرده وفصله، خلوا يروح ولا تغرمه، لأن لا يجوز أخذ أموال الناس بدون حق. فاللي ما يلتزم بالشرط افصله وجيب غيره والحمد لله، وإذا طرد من العمل سيرتدع ويترك الدخان بدون أنك تغرمه غرامه تأخذ منه أموال. نعم.